حياكم الله مشاهدينا وحلقة جديدة من بودكاست قبل العصر. اليوم الأمانة موضوعنا شيق ومهم للجميع ولكل فرد فينا، خاصة الأشخاص اللي ودهم يتعرفون على ذاتهم أكثر أو الأشخاص اللي عارفين نفسهم. اليوم راح يلتقون بالتأكيد بهذه الحلقة، لكن في البداية رحب زميل عبد العزيز، حياك الله. الله حيك سلمك عبد العزيز. اليوم حلقتنا أشوفها صراحة يعني مهمة للطرفين، مثل ما ذكرت قبل شوي، اللي مكتشف ذاته واللي إلى الآن ما اكتشف ذاته. لابد أن ثلاثهم يتابعون حلقة اليوم، لأننا قاعد نتكلم عن الشخصية القيادية، شلون ممكن أنا اليوم أكون شخصية قيادية، شلون أتعرف على شخصيتي وأعرف نقاط القوة اللي فيها والنقاط اللي تحتاج إلى تطوير. فإيش رأيك بهذا الموضوع؟ موضوع جدا مهم، وأعتقد ممكن نواجهه وإحنا ترى بالمدرسة من يوم إحنا كنا صغار. صح. بالصف سالفة، يعني حتى ممكن الأشياء البسيطة اللي أيه. تحس إنه في مثلا والله فلان والله عنده شخصية، عنده شخصية قيادية، فلان ممكن والله بعد ما دخل الوظيفة أو بعد ما طلع من الجامعة صارت عنده شخصية ثانية. صح. الجانب هذا جدا مهم، ممكن يفرق وياك بجميع نواحي حياتك بصراحة. صح. يعني وهل أصلا فكرة الشخصية القيادية تورث؟ يعني إذا الأب كان شخصية قيادية هل الولد راح يكون كذلك، أو الموضوع يمكن ما يكون مرتبط أصلا بالجينات وكذا؟ أيه. اعتقد ممكن يكتسبها، يعني ممكن اذا شاف الابن ابوه انه هو والله مثلا شخصيه قياديه ممكن ياخذ من اطباعه يتعلم. بالنهايه اكيد الاطفال يتعلمون من ابائهم. باعتقادي ان يعني الشخصيه القياديه شخصيه مهمه، واعتقد الكل تعلمنا من اهلنا يعني هذه. صح. الشخصيه. صح. يعني والمهم ان الناس تفسر الشخصيه القياديه ان هي مو شخصيه دكتاتوريه متسلطه او متسلطه. أيه. الشخصيه القياديه بالعكس يمكن يكون هو من ضمن الفريق ويتعاون مع الكل. صح. وحتى لو كان اكثرهم خبره او اكثرهم طاقه، لكن تلقى انه يحاول كثر ما يقدر يكون مع المجموعه ويهدف الى نجاح المجموعه، ما يهدف الى النجاح الذاتي. صح. فهذا يمكن اللي يميز اكثر شيء الشخصيه القياديه. هذا يسمونه التيم ليدر. اي عدل. عدل. التيم ليدر. التيم ليدر. والتيم ليدر لازم يكون عنده خلينا نقول هالخصائص اللي تخليه فعلا، لان انت الشخصيه القياديه تصور هم لازم تكون مجموعه تؤمن فيك بعد فتره معينه. اذا انت كنت مثلا مع مجموعه قاعد تشتغل وتبي تكون انت القيادي بينهم، اتوقع فعلا لازم تكون تملك الشخصيه، لان اكثر شيء ممكن يخليك ما تميل لهذا الشخص في عملك او في المجموعه اللي انتم تعملون فيها مع بعض، اذا انت كنت تشك في شخصيته القياديه او كان ما يملك هذه الشخصيه. اكيد. ايش رايك تعرف على التنميه البشريه بشكل عام والامور هذه اللي فعلا اللي لازم نتاكد منها من ضيفنا الحين؟ 100%. راح يكون معنا ضيفنا الاستاذ نايف المطيري، مدرب معتمد للتنميه البشريه، لكن بعد الفاصل. حياك الله دكتور نايف المطيري، اليوم في هذا الاستديو بنتكلم وياك في عدة محاور إن شاء الله الكل بيستفيد منها. حياك الله. يا هلا وغلا وهذه الساعة المباركة، وإن شاء الله نكون إضافة قيمة لإخواننا المشاهدين إن شاء الله بإذن الله. دكتور، إذا بنتكلم عن الشخصية القيادية، يعني وين ما نروح نسمع الشخصية القيادية؟ بالدواوين، بالمدارس، بوظائفنا، بحياتنا بشكل عام. إذا ودنا نعرف اليوم شنو معنات الشخصية القيادية؟ أحسن. طبعا أنا أشعر عنوان جميل واختيار موفق. أنا أعتقد الكل وده يكون قائد، الكل وده يكون شخصية قيادية، والكل يبحث عن القيادية. لكن يمكن مثل سؤالك، لو أنا أعرف بداية شنو تعريف القيادة، هي يعني أكثر من 200 تعريف ذكر في القيادة، مجموعة تعريف، لكن أفضل تعريف هي تعريف واحد تقريبا شامل لام لهذه التعاريف، هي القدرة على التأثير على الآخرين وتوجيههم نحو الهدف. فنلاحظ في التعريف أني أركز على ثلاث عناصر: القدرة أني أمتلك مجموعة من المهارات، مجموعة من الصفات. اثنين، توجيههم، في لازم يوجد هدف. رقم ثلاثة، أن وجود أتباع، فما يصير قائد وما عنده أتباع. فهي القدرة أني أمتلك مجموعة من الصفات، راح نتكلم كم بعد شوي فيها، وجود أتباع. يعني بعض الناس يقول لك أنا قائد، فدائما أسأل زين من أتباعك، فيوقف. فلازم يكون أتباع، وأنا هنا أقصد أتباع، مو أتباع إذا أنت أب عيالك أو أنت موظف طبيعي يكون رئيس قسم تحتك موظفين، لكن أتباع يعني مؤمنين مقتنعين بفكرتك. نعم. اليوم الربط بين خلينا نقول بين الشخص يتمنى يكون شخصية قيادية أو يملك هذه الصفات وبين فعالية
هذه الشخصية في المجتمع أو في العمل أو في البيت، بأن هذه الشخصية فعلا هي قيادية. الفعالية شلون ممكن تبين مع الشخص القيادي؟ أثره باختصار، إذا أنت كنت قائد، يعني ودائما بعض الناس ممكن يسألنا أنا ليش أكون قائد، ليش أتعب نفسي، أعور رأسي، يقولون ليش أعور، خلني قاعد على الطرف أحسن لي. لكن فعلا أنت لأنك إذا ما صرت قائد بتصير تابع، فتابع ناس توديك يمين وتوديك شمال، وحتى أهدافك ما تقدر تحققها. فأثرك أنك راح تكون على قولتهم أنت القائد، والقائد أنت تقود المشاريع في النهاية، خاصة في العصر الحين. إذا ما كنت أنت قائد راح تتعب، يبي يجي محمد يبي ياخذك، يبي يجي خالد يبي ياخذك، يبي يجي سعاد توديك يمين وهدى توديك يسار، وانت وين نفسك، وين اهدافك، وين مشاريعك، راح تقف. عشان شيء احنا خاصه يعني الان لازم نربي نفسنا تربيه قياديه، تربيه قياديه حقيقيه، عشان نقدر نوصل وننجح في حياتنا. فانا بكون قائد عشان سبب واحد، عشان انجح في حياتي. صحيح. صح. عبد العزيز ودي اخذ رايك بشغله. اي سلام، تسمح لي؟ طبعا اكيد. اذا الحين انا وياك احنا بنصير شويه على الدكتور، اذا الكل صار قيادي من اللي راح يكون تابع؟ إذا الكل إحنا قاعد نشجع إنه يكون قيادي، ولا تحس إن في شخصيات ممكن هي ما تفضل إنها تكون قيادية بالأساس؟ أبي رأيك. والله سؤال صعب. صح. أيوة. أحس إن هذا السؤال نحتاج لإجابة منك. أحسن. شوف، هو طبيعي وجود أتباع، وأنا هني أقول لك الفطرة الإنسانية. في ناس على طول في فطرة يكونون قادة، وفي فطرة يكونون أتباع. يعني وأنا هني أستذكر يعني لو سألت سؤال اللي ذكروا في حديث مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ترى كم عددهم تقريبا، يعني العدد مو دقيق، بس من 2000 إلى 2400 2300. زين، كم صحابي كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أكثر من 114,000 تقريبا. إذا ليش الباقيين ما ذكروا؟ لأن هذول هم القادة. فإحنا دائما في مجتمعاتنا، دائما في أي كان هذا المجتمع، ترى أنا أحتاج 2% هم اللي يقودون هذا المجتمع. فطبيعي الباقي يكون أتباع، طبيعي الباقي يكون كسالة، لأن القيادة ترى فيها تعب. التصدر متعب، التصدر والقيادة ترى تبي شغل. الراحة حلوة، إني أقعد بمنطقة الراحة زينة، فمن اللي بيطلع؟ القائد. القائد. صحيح. اللي بيطلع، حتى لو صرت قائد انت ما توقف، انت على قولتهم شغال 24 ساعه. فالقياده تبي شغل، تبي عمل. فعشان تين كثير من الناس ممكن يبدا لكن في النهايه تراجع، يوقف. صح. يعني بتغادي كل شخصيه في لها صفاتها المعينه. القائد نفسه شنو الصفات اللي لازم تكون بالقائد عشان فعلا يكون قائد فعلي؟ يعني افضل صفه يحتاجها القائد ان يثق بنفسه. تخيل قائد ما يثق بنفسه، فأنت بتكون قائد ثق بنفسك. متى ما وثقت بنفسك وثق فيك الآخرين، هني خلاص هي الأساس. رقم اثنين، يعني وحتى يمكن أجرت دراسة عنه، أن يمكن أكثر من 4,000 موظف جرت الأمم المتحدة، شنو أهم صفتين في القائد؟ شو تتوقعون أهم صفتين؟ أنت لو مسؤولك شنو تحب يكون، وأنت مسؤولك شنو؟ ركزوا على صفتين، الصدق والأمانة. هل القائد يكون ما يكون صادق وما يكون أمين؟ وسبحان الله ذكرت هذه في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فأهم صفات أنا أراها هي أن يكون واثق من نفسه، لأن إذا ما كان واثق ما راح يقدر يقود هذه المجموعة، ويكون صادق ويكون أمين. نعم. يعني فكرة اليوم أن نخلق أطفال قياديين في الأسرة، عيالنا أن يكونون قياديين، أو أن في المستقبل يكونون قياديين، هذا يجرني إلى فكرة هل القيادة تورث؟ يعني إذا الأب قائد، سألت المقدم عبد العزيز، إذا الأب قائد فمعناته في احتمالية أكبر أن الولد يكون أيضا قيادي؟ طبعا هذه قضية خلافية. أيه. إن هل القيادة، حتى سمعتكم في المقدمة، هل القيادة موروثة أو مكتسبة؟ نعم. أكثر الآراء صارت أن 2% موروثة، إذا أب أمك وأبوك وكذا تطلع قائد، و2% ما تطلعون قيادة. وأنا هنا أسترجع للتاريخ، أبي ذر الغفاري أحد ينكر فضله، هو خامس صحابي أسلم، وفضله بالدين وفضله بالإسلام ما شاء الله، حدث ولا حرج. يروح للرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أمرني، وهنيته يخدم الإسلام. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصلح الإمارة، لو كنتم اثنين ما تصلح تكون أمير. وفي المقابل سعد بن وقاص تو أسلم، وعلى طول على طول مسك سرية، وتحت أبو بكر وعمر وعثمان كبار الصحابة. خالد بن الوليد وين ما كان يكون قائد، ويعزل يمسك الإمارة ويعزل، وعمر الخطاب يعزله، ومع ذلك يكون، لأن خلاص سبحان الله في ذاك الصفات وفي جينات. كثير من الناس إن مهما تسوي فيه ما يعني ما يصلح قيادة. فالقيادة هي على قولتهم 2.5% ما يصلحون قيادة، واثنين يصلحون قيادة. إحنا غالبيتنا المجتمع وإخواننا المسلمين ترى إحنا في 96 نستطيع أن نتعب أنفسنا ونجتهد نكتسب هذه الصفات، نكتسب هذه المهارات، نكون في المنطقة الإيجابية. ما اشتغلنا ما تعبنا راح نكون في المنطقة السلبية. يعني إذا بنقيسها على الأسرة والمنزل، ممكن يكون الأب أو ولي الأمر عنده هذه الشخصية القيادية في العمل، وشخصية القيادية ما هي شخصية دكتاتورية، شخصية اللي تسم بالصفات المفروض أن كل شخص قيادي يتسم فيها، ذكرتم تمساء الصدق والأمانة.
زين بس يقول لك انا والله عيالي شخصياتهم يعني شوي خجولين يستحون هادين، بس انا ودي اعزز هذه الشخصيه بعيالي. شو ممكن فعلا الاب انه يكون قائد ببيته ويقدر يخلي اطفاله يكتسبون هذه الصفات؟ احسنت، وانا ممكن اقسم السؤال جزئين. انا كثير من الاسئله تجينا هذا، شلون اخلي ولدي قائد؟ احنا دائما نسترجع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شلون بدا بقيادته وهو عمره 8 سنوات، كان جده قاعده في صدر المجلس. الان انت عيانة شو نسوي فيهم؟ لو جونا ضيوف اطلع لا تقعد، تجي الام عندها ضيوف لا تقعد. زين متى اكتسب هذه المهارات؟ شلون اشوف الناس؟ وانا دائما انت موعدني عن الكبار وموعدني عن الثقات وموعدني عن الخبرات، عشان كذي دائما نقول اخذوا ابنائكم معاكم، الشباب خليه يروحون، البنات خليه يروحون، بحيث ان يكتسبون مجموعه من المهارات. تبي ولدك قائد، تبي بنتك قائده، اعطيها تكاليف دائما. وحتى دائما شنو التكاليف؟ تكاليف اني اعطيه اكبر مهام اكبر من عمره، عمره مثلا 10 اعطيه مهام ابو 14. هذه اللي نحتاجها بحيث انه يكسب. ما يصير اقول انا دائما الحمايه الزائده اني انا اسوي لولدي. تبي ولدك حتى لما اعطيه هذه المهام يا زينها، لما يجي عند اخوانه ويجي عمانه وجمعته بدوانيه، اقول والله اللي سوى المشوار فلاني ولدي محمد، سوى المشوار فلاني ولدي خالد. تجي الام لما بنتها تسوي ما شاء الله هذا الكيك وهذا السويت، تجي قدام خالاتها وعماتها وبنات خالاتها، تجي تقول والله اللي سوى، وحقيقي هي سوت، تقول اللي سوت السويت ترى فلانة. هذه من النقاط المهمة أيضا، حتى لما نقول مشترياتهم، ترى ما يصير الولد واصل عمره 16-17 إلى الآن الأم والأب قاعد يشتروا له. وأنا أشبه دائما، أشبه التربية مثل لاعب المحترف، لما تأخذ لاعب محترف توصيه تدرب الصبح تدرب العصر وبالمساء شوف المباريات عشان تعرف. نفس أبنائنا ترى لاعبين، فأنت تدربهم في بداية العمر 6-7-8 وتشوف إنتاجهم لما يكونون عمره 14-15. وبعض الأبناء يقول، بعض الآباء يقولك أنا ولدي ما صار زين. زين أسأل أنت شنو سويتوا؟ شنو دربتوا؟ هل أنتم تعبتوا في التربية؟ هل اشتغلتوا تدريب عشان تشوفون الإنتاج؟ عشان شيء دائما إحنا وصلتنا الآباء والأمهات، اتعبوا في التربية عشان تشوفون لكم منتجات إيجابية تخدم مجتمعهم تخدم دينهم وتخدمكم في نهاية الوضع. عند هذه النقطة، إذا اليوم اللي يشوفنا ويسمعنا من مشاهدين الكرام يقول والله صح كلام الدكتور، لكن أنا فاتتني أول سنوات أن أنا أسس ولدي أو بنتي كشخصية قيادية. اليوم ولدي عمره 16-17 سنة، يمديني أن أنا أخليه قيادي ولا خلاص لازم هو اللي اليوم يلقى نفسه في المجتمع ويحاول يعني يتكيف مع ظروف المجتمع، ولا في وقت؟ أحسنت، وسؤال حلو ترى. وحتى لو ابن أو كبير، ترى مهما وصلت من عمر ترى تقدر تكسب مهارات، فهن المهارة هي مكتسبة. ما أي المهارات القيادية هي مكتسبة، مثل الثقة والمهارات الثانية ممكن سولف فيها، هي مكتسبة. فأنت تقدر تتعب على نفسك. بتقولي شلون أتعب على نفسي؟ دش دورات، امسك مهارات. يعني وأنا دائما أشبه القيادة إخواني، ترى القيادة مثل اللغة الإنجليزية، إذا ما مارست أنت تقولي أنا زين في الإنجليزي لكن أنت ما قاعد تمارسها، شو يصير في اللغة؟ تروح. عشان كذي إذا أنت دش دورات، اتعب على نفسك، راح تقدر. حتى ابنك وصل من عمره 16-17-18 ترى عطى تكاليف مو معقولة. يعني أنا وأنا أقول يعني أحد القصص اللي انصدمت، يعني في اختبارات الولد في الكلية، يعني أطالع في على الباب ولا أشوف الوالدة موجودة، فأنا مهتم في السلوك فأسأل يعني ليش جاي؟ يعني فتقول أنا جاي اتشيك على ولدي احاتي. زين الولد وصل عمره 19-20، شنو الحمايه الزايده؟ زين الولد هذا شلون بيواجه مجتمعه؟ صحيح. شلون بيطلع؟ شلون في النهايه الحمايه الزايده والحرص الزايد ترى يضيع. يخرجنا ابناء اتكاليين، الدلع الزايد يخرجنا. خلي واجه، احنا دائما نقول الاطراقات تعلم. صح. وخله حتى للاسف يعني بعض لما يدز، يعني شلون بعض النقاط اللي احنا لما ادز ولدي المشوار، روح انت اشتر منال، لما يجيني وقصوا عليه على قولتهم بالكويتي اقولها، واخذها بدال ياخذها بدينار اخذها بدينارين، ايش اقول له؟ تعلمت. اقول له قصوا عليك، انت ضحكوا عليك، انت فيك وانت ما فيك، فاكسر مياليفه في في في, في شخصيته. زين بيصير بداخله شنو؟ ضعف شخصيه، انا والله ضحكوا علي انا كذا. فلا بالعكس اقول انت بطل، انت سويت. ابدا وعزز وعملق. ترى الولد اذا سوى نشاط، ودع اخوه المستوصف ترى سوى نشاط، فلما اجي اقول والله انك بطل وانك رجال، شلون سويت؟ والبنت انت شلون سويتي؟ اختك شلون درستيها؟ وش ابدا وعزز يعني الشيء البسيط اللي انا اشوفه ترى هو اعملقه، بحيث ان هذا الطفل يحس انك انت، انه هو سوى. لان دائما احنا نوصي ترى عملقوا ابنائكم، اعطوهم قيمهم. ليش أبنائنا قاعد يفلتون منه وما قاعد؟ لأن جماعة القيمة هي شيء جميل. كلنا نبحث عن قيمة، أنا أبحث عن قيمة وحمد كلنا نبحث عن قيمة. صحيح. لكن إذا ما حصلت القيمة وأنا بدورها
برا. زين لما اعطش راح اشرب من برا، واذا شربت من برا انا ما ادري هل من برا الماي بيكون نظيف او نظيف. عشان شيء دائما وصيتنا للاباء اشبعوا ابنائكم، اعطوهم قيمتهم. لما يجي الابن اعطى قيمته، اعطى مكانته. انا في كنت احد المرات كنت في محاضره عند الاحداث، فكنت حريص ان اشوف ليش سبب انحراف. توقع شنو كان سبب؟ سبب الرئيس، اسباب كثير، بس سبب الرئيس شنو؟ انه ما لقى قيمته عند امه وابوه. فات نقطة التفتيش وكان وياه ممنوعات، فلما راح الربع عززوه، انت بطل، انت شلون طلعت؟ وراح في البيت عند امه وابوه قالوا تكسير، انت ما تفهم، انت فيك وانت ما فيك. فقام يسحب يسحب ويبدا يفرق. فانا ابي ولدي قائد، ولدي شخصيه، ولدي عنده قوه، اعطيه قيمته. ترى انت لك مكانتك ولك شخصيتك. هذه اول مهاره انا احتاجها لابني، اني اعطيه قيمته. لان تخيل انا لو ما جيت ما لقيت قيمتي هنا عندكم، ما راح اجيك مره ثانيه وراح اطلع. نفس الشيء يا اخوان المستمعين، دشيت المجلس ما لقيت قيمتك مكان هذا، راح تطلعين. الاب لو دش ديوانيه ما لقى قيمته راح يطلع. الزوج اذا ما لقى قيمته عند زوجته راح يطلع. هم الابناء اذا ما لقوا قيمتهم عند ابائهم وامهاتهم يقدرون هذه القيمه، على قولتهم راح يبحثون عن القيمه في مكان اخر. زين، انت الامور اللي ذكرتها كلها نقدر نقول ان الاب حاول يسويها مع ولده، بس اكتشف ان ولدي ما عندش، او يعني ما تنطبق عليه الشخصيه القياديه. حاولت معاه بكل نواحي، خليته يسوق قهوه حق الريايل بالديوانيه، خليته يروح يشتري مشاوير، يتعلم حتى يشتري ماتش للبيت. حلو. بالامور البسيطه هذه، بس اكتشف ان ولده ما ينفع حق الشخصيه القياديه. بهالحاله هذه شنو ممكن يسوي؟ احسنت. اول شيء انا مفروض اني اذا ابي ابني قائد وسويت، انت ابذل السبب. هي دائما انا اقول هي ترى مهارات القياديه، هي مش حبه بندول اعطيك اياها وثاني يوم تصير زين. هي مهارات سلوكيه مع الوقت. انا اليوم مثل ما قلت اعطيه يروح يسوي المشوار فلان، يشتري الماكله، اليوم الثالث يودي اخوه، اليوم الثالث هو يشتري ملابسه. وهالمقابل انا ترى لازم عندي دور، مو بس اعطيته مشوار وخليته، انا علي دور اني اعزز واقوم. وحتى اتخاذ القرار، يعني احنا الاباء المعضلين، انا اعطيت مساحه زي من اتخذ القرار تلقى الاب والام، ما يصير. فمفروض ان حتى اتخاذ القرارات انا دوري كاب ودوري كام ترى تحسين القرار وليس اتخاذ القرار. فعطيته المشاوير وعطيته اثر، مو شرط. بعض الاباء يستعجل القطاف، ترى مو شرط اليوم، ترى الاثر يكون قدام، ممكن يطلع لك بعد سنه، بعد سنتين، لما يكون عمره 19 20، لما يتزوج اشوف هذا الاثر. لكن انا اقولك لو استسلمت شنو الاثر العكسي؟ يطلع ولد متكل، الشخصية اتكالية، ممكن عفوا دلوع يصير، ما عنده اهتمام، ما عنده تحمل مسؤولية. شو بيطلع؟ عشان شيء الآباء التربية متعبة، اتعب مرة وتعب مرتين وتعب عشرة إلى أن تستطيع أن تصل إلى منتج اللي أنت تبحث عنه. ممتاز. أعتقد الموازنة أحمد زينة أكيد، وراح نتعرف على التفاصيل أكثر معك دكتور، لكن مشاهدينا بعد هذا الفاصل. دكتور، ممكن ذكرنا نقاط مهمة، الأشياء اللي ممكن تهدم الشخصية. فإحنا قلنا في حال ما تم الاهتمام بالطفل أو اهتمام بالشاب، هذا الولد أو البنت، لتأسيسهم لشخصية قيادية، ممكن هذا الشخص، خلينا نقول الجانب السلبي بيتكلم عنه، أو في أي دائرة راح يكونون، راح يكون ممكن يكون اتكالي مثل ما ذكرت، أو يكون الشغف عنده أقل، يبدي ما يهتم للنجاحات، يبدي ما يهتم في محيطه، يعني يمارس يومه. فهذا الجانب السلبي في حال ما تم الاهتمام بالطفل، عدل؟ حلو. بهذا الجانب بالضبط. طيب الجانب الحين المشرق في الموضوع، ان الطفل هذا اذا تاسس بالشخصيه القياديه وين راح نشوفه؟ يعني هذا الابو اللي قاعد يعني يشتغل على ولده ويستثمر بولده بانه يكون شخصيه قياديه، شنو المستقبل اللي ممكن يكون ناطره؟ احسنت. هو الاثر، انا بقول الاثر السلبي. الاثر السلبي اذا ما خليته ودربته وعلمته وقومته وخليته شخصيه قويه وشخصيه واثقه من نفسه وشخصيه قياديه، شنو الاثر راح يكون؟ ممكن يكون صيده حق أصحاب السوء. عشان كذي أنا ما أخلي ولدي قائد. يعني تقصد ممكن شخصيته تكون على نياته، يستقلون الآخرين، يستقلون الآخرين سواء ولد أو بنت. عشان كذي لما أقوي شخصية ولدي، لما أقوي شخصية بنتي، أنا ليش قويتهم؟ ترى المجتمع صعب، لأن أنا مشكلتي في البداية إذا ما كنت قائد راح تكون تابع. فاحنا عشان كذي احنا لازم نتعب على ابنائنا ويكون شخصيات قويه، عشان ما يكونون بين قوسين بالكويت يقول الصيدات حق اصحاب السوء. فانت لازم تقويهم، مجتمع صعب. عشان كذي هذه النقطه، الاثر السلبي ان احتاج اقويهم. اما الاثر الايجابي، يعني اثاره وايجابياته كثيره. اول شيء راح تشوف بر فيك، هذا رقم واحد، انك لما تشوف ولدك قائد هو بكره راح يشيلك في النهايه. احنا نكمل رساله، مثل نكمل رساله، لان رقم اثنين راح يخدم مجتمع. احنا في النهايه مجتمعنا نبحث عن القاده، ما يكون عاله على المجتمع، ما يكون كذا. اثنين راح يكون ناجح، اذا يعني اذا القائد
طبيعي وراح يكون عنده أهداف، عنده فكر، عنده مشاريع. اللي مقاعد العكس صحيح ما يكون عنده أهداف مشاريع. عشان كذا كان ابني ربيته هذه التربية القيادية بلا شك بل أجزم وأنا مقتنع في هذا الأمر أنه راح يكون شخصية ناجحة، لأنه هو عارف بكرة شنو عنده وعارف بعد بكرة شنو عنده وعارف بعد سنة شنو حقه. عشان دي دائما إحنا نقول القائد هو من يضع أهدافه، فهي طبيعي يكون عنده أهداف ويستطيع أن يمشي فيها. ممتاز. زين إذا كان الولد فعلا قائد والأب شاف أنه هو فعلا عنده شخصية قيادية، بس بنسميها الشخصية القيادية السلبية اللي هي المتسلط اللي هي الدكتاتور نوعا ما، ممكن اكتسبها بالمدرسة، ممكن يمارسها على ربعه بالمدرسة أو بالدوام. شلون ممكن يعني أنا لما أشوف فعلا ولدي عنده الشخصية هذه القيادية ولكن أبي أعدل الجانب السلبي منها؟ أحسن، شوفوا ما في أحد كامل. مرات أنا أصل لما أنا أقود فريق ويحطوني كل يوم أنا رئيس الفريق وأنا المراقب على الصف وكذا، وخاصة في أعمار الأولى من العمر، ممكن تجي شعرة الغرور. فهني أنا دور الأب ودور حتى معلمينا ودورنا مربينا ودور شركاء التربية أني أرجع الولد على الجادة الصحيح. فلما تيجي أشوف أحس أنا كولي أمر ومتابع وأقعد مع ولدي وأشوف أنه بدأ يتكبر على أخوانه، يتكبر على زملاء، يشوف نفسه، أحاول أني أعالج وأقيم أرجع الخط. إنه لأن فعلا ترى مرات يصل إلى درجة الغرور اللي تدمر حتى شخصيته. لكن السؤال، هل القائد ممكن يصير دكتاتوري؟ ابدا. اذا هو قائد فعلا ما راح يصير، ما يصير. لان هني يجرني سؤال، في فرق بين القائد والمدير ولا ما فرق؟ هذا سؤال جدا مهم، اتمنى نجاوب عليه. سؤال جدا مهم. القائد دائما ياخذ سلطته منين؟ من اتباعه. صح. المدير منين ياخذ سلطته؟ من الكرسي. صار 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 له 6 سنوات تصير انت رئيس، صار لك 9 سنوات تصير انت مراقب الى اخره. القائد ياخذ على قولتهم يكون شعبي، يكون متعاون، يكون حبوب. لكن المدير تلقاه منعزل وملتزم اللائحه، لكن هذا مرن. هذا القائد دائما ينسب الانجازات سواء لفريقه، المدير دائما ينسب الانجاز له. فدائما احنا في مؤسساتنا في المنظمات الحكوميه وكذا وحتى مساخه نشجع ان نقول احنا نبي القائد. القائد ترى ممكن انت تكون قائد، انت اول يوم تعيين تكون بفريقك وكذا، بس شلون تعرف؟ انا ممكن سؤال بعد، شلون اعرف انا قائد؟ وشلون اعرف ان ابني قائد؟ ترى في مبادره. انا لما اشوف اطفال يلعبون مع بعض او مجموعه اطفال يلعبون مع بعض، لما اشوف هذا الابن هو اللي يقول يلا خلينا نروح نلعب كوره، فجاه يلا خلينا نروح نلعب سيارات. فمن اللي قائد؟ صحيح. اللي غيرهم من نقطه الى نقطه. هذا القائد. فانا لما اشوف اني المفروض اني اعزز ايضا. يا جماعه انا اوصي دائما حتى ولي امر اذا اتكلم عن التربيه القياديه للابناء، يا جماعه الانديه ترى شيء حلو، دخلوا ابنائكم انديه. صحيح. ايا كان انديه فكريه، انديه رياضيه، انديه فنيه، انديه قتاليه، ايا كان هذه كل انواع، ايا كان. ما شاء الله احنا في الكويت ديره خير، ترى انديه حتى بالمجان. صحيح. لكن اتعب، ودائما مثل ما قلت ترى تبي. فلما يشارك ابني يكون بنادي، فريق قدم او فريق ايا كان، شنو بيكتسب؟ اول ان مهاره التعامل مع الاخرين. صحيح. القائد لازم يتعلم شلون يتعامل، شلون كذا، راح يتعلم يكتسب مهاره خبره بالعلاقات الانسانيه، شلون مره يخسر، شلون مره يكسب، شلون مره يندقر شوي، قاعده مشد ويرخي ممكن. هذه الحياه. فالانديه يا جماعه لها ايجابيات يعني. وانا انا اتكلم كمحدث، انا بالنسبه لي صار كان ولدي بالذات ما كان ذاك عنده بعض المهارات. من دخل نادي كوره تغيرت شخصيته 180 درجه. فالأندية لها أثر جميل، بحاول نعززها ونحاول على قولتهم نشرك أبنائنا في هذه الأندية عشان يطلعون على قولتهم شخصيات إن شاء الله جيدة. ذكرت نقطة جدا مهمة دكتور، اللي هو تقبل الخسارة، ومثل ما يكون في فرحة للفوز في تقبل الخسارة، وهذا فعلا ما يميز القائد، أنه يتعامل مع المواقف الإيجابية والمواقف اللي خلينا نقول ما فيها أي نوع من أنواع النجاح اللحظي اللي هو الفوز مثلا في شيء معين. هذا القائد. لكن القائد يواجه بعض التحديات، من ضمنها التحديات ممكن في ناس ما تحبه لأنه قاعد يأخذ قرارات معينة، القرارات هذه ما تناسبني أنا مثلا. فالقائد معرض للبعض من البعض، أنه ما أقول لك عداوة لكن ما راح يكون في قبول. القائد هنا شلون ممكن يتصرف عشان يحافظ على هذه الشخصية؟ أحسنت، وأنا عجبتني كلمة التقبل للخسارة. التقبل شيء جميل يا جماعة. كلنا معرضين للخسائر، سواء خسائر مادية أو خسائر اجتماعية أو خسائر معنوية، أيا كانت هذه الخسائر ترى ممكن نخسر. لكن الفرق بين ألف وباء، ألف تقبل خسارة حتى لو كان فقدان، ممكن زعل يوم، بكى يومين، زعل 3 أيام، لكن بعده طلع من هذا الحزن وتقبل هذا الأمر. صحيح. لكن باء إيش صار فيه؟ زعل يوم، زعل يومين، وبكى اليوم الثالث، وقعد شهر، فإيش صار فيه؟
خلاص يعني الشخصية ممكن انعزل وقام قاعد حتى خسر فرص وظيفية وخسر يعني عارف ناس بسبة فقدان أو صار شيء بدأ ينعزل ويقعد سنة. لما تنعزل عن الناس وصرت أنت شخصية إيش صار فيك؟ ما تقبلت الخسارة. ولما تقبل ما تقبل الخسارة وتكون هالشخصية شو تصير؟ شخصية شنو؟ بتدخل الكآبة وتدخل شخصية حزينة. إذا الناس بيتقبلونك بتصير شخصية نكدية. ما حد يتعامل معك. يعني أنا ذكرت موقف الوالد الله يرحمه كان عندي مباراة كنت أنا لاعب تنس والموقف هذا يعني عشان بس استشهد فيه في الفكرة اللي ذكرتها لا أكثر ولا أقل. فخسرت عن المباراة. فعادة في لعبة التنس لازم تصافح اللاعب بعد نهاية المباراة. أنا مشيت خليت جنطتي كان عمري 12 سنة وزعلاني خسران وبمشي. فالوالد الله يرحمه وقفني قال يرجع روح سلم عليهم وبارك لهم وامشي. انا هذا اليوم بالنسبه لي هو اللحظه الفارقه في تقبل الخساره وشو ممكن تتقبلها. تتقبل يعني اليوم اتوقع الشخص اللي يبي يزرع في عياله صفه القياده لازم يزرع فيه الصفات الحميده صح ويعودهم دائما ان يبتعدون عن الجشع ويبتعدون عن الانهزاميه ويبتعدون عن المكابره اثناء الاخطاء او الخسارات. فهني التحدي اللي ممكن ايضا يواجه الوالد انه شلون يقدر او الاب او الام بنقل الولد من هالصفات هذه اللي ممكن تكون عنده الى الصفات الاخرى. احسنت فعلا ترى التقبل مو شيء بسيط. تقبل خساره ايا كان سواء لو تقول خساره خاصه في البدايه فيها تنازلات في ترى اي خسائر مثلا العمر صغير او حتى في كبار ترى في كبار مثلا صارت له خساره ما يتقبل خساره انفصال خساره طلاق ايا كان هذه الخساره. شو الفرق بين الف وباء؟ الف كان عنده قوه شخصيه وقدر يتجاوز هذا يمكن حزن يوم يومين وتجاوز هذا الأمر وهذا ما عنده لأن هذا مو واثق بنفسه مو واثق بإمكانياته. عشان كذا دائما أقول لكم يا جماعة تنجحون تبي تكونون تقبلوا في الدنيا كلنا معرضين لنكسات وسقطات في حياتنا لكن الشخص الذي يبحث عن النجاح يتقبل هذا الحزن ويقدر يستمر ويتقبل هذه الخسارة ويقدر يستمر لأن مثل ما تبي تربح راح تخسر. لأنك أنت دائما في حياتك ترى أنت لما تربح طبيعي ربحت من شخص خسر صح يعني الخسارة ممكن مرات تخلي الواحد إنه يتقبل ممكن يتعزز في صفة اللي يسمونها إن أنا أمسك نفسي يعني ممكن الشخص إذا خسر خلاص ممكن يزعل ممكن يخرب الدنيا ممكن ما يتقبل. شلون هذا الشيء ممكن يأثر على الشخص القائد؟ يعني مثلا أنا اليوم قائد هني واليوم وياكم لظرف ما أنا زعلت حلوين ممكن انا خلاص اهدكم وما اترك عيوتكم اترككم وما اكمل وياكم. شلون انا ممكن اتعامل مع الضغوطات هذه مع النقد اللي يجيني كقائد؟ انا اعتقد لازم الواحد يضبط نفسه كقائد بالضبط. ترى السبب ادري وين وفي البداية التأسيس في النشأة لما دائما في البيت والأسرة لما الولد يزعل خدت منه لعبة خسر مباراة مثلا بينه وبين خسر جيم شو يصير فيه؟ يقعد يبكي وزعلان. شو تسوي الام والابو؟ يطبون عليه ويراضونه. لا خليه يزعل وتقول له وتقول له مثل ما تفوز تخسر مو لازم اركض ورا رضاه في النهايه بيبكي وبيرضى. صحيح. عشان شيء ترى يا جماعه لما اقول لكم الدلع الزايد يخرج لنا اشخاص اتكاليين. لا خليه يبكي وخليه يعرف ان الزعل ما راح يفيده. الزعل اللي قاعد تسويه هذا وانك انت ما رحت سلمت عليه وما رحت قلت له مبروك وحط جول واذا حط جول واذا خسرت لا هو يزعل لانه خسران. انا اتكلم زعل لانه خسر. فلما تقول له انت زعلك هذا ما له قيمه لكن لما يشوف انك انت تراضي كل ما يخسر شو يصير فيه؟ يبي يقعد على كتر ويزعل. بكره مسؤوله كتب فيه تقرير بيقعد يزعل. ليش؟ هذه الحياه ترى عادي يعني ربح وخساره وتقبل يعني قاعد اشوف الناس حتى في الكوره يعني في الكوره قاعد يخسرون وقاعد يروحون. لكن هني يجي دور يعني نتكلم عن الاباء والضغوطات. انا احتاج اب واحتاج ام ينشئ هذا الابن وعندهم يعني حتى دائما نقول دائما القياده في البيت. ممكن دائما اسال من القائد في البيت؟ ايش رايك ابو حميد من القائد في البيت؟ قائد الاب والام يعني هم ايش رايك من رقم واحد؟ الأجدر. أحسن. شوف باختصار الرقم واحد دائما في البيت هو دائما الناس كله بتقول يا الأم يا الأبو صح ولا لا صح. لكن أنا هنا عندي معادلة أخرى معادلة ثانية. من الجميل أن الأب مرات يكون رقم واحد ومن الجميل أن الأم تكون رقم واحد ومن الجميل والأجمل أن الولد أصغر واحد يكون رقم واحد. يا سلام. بشلون جماعة تبادل أدوار. اليوم نطلع طلعة اختار أنت يا محمد يا عزيز يا أحمد أنت اليوم اختار المطعم.
يا بنتي مثلا كبيرة يلا أنت اختاري مكان السفرة بنسافر فيها وخلها عطها هذه الصلاحية وهذه المساحة. تذكرون مساء قلنا تحسين القرار، أنا أقول ترى ميزة المكان هذا كذا، ميزة المكان هذا غالي لا تودينا فيه، فأعطيها الإيحاءات اللي على قولتهم يعني الحدود والأطر. هني أبدأ أعزز وأبدأ كذا. لما أخلي ابني مرة رقم واحد وأعلمه مرة ثانية يكون رقم ستة وأعلم زوجتي تكون رقم واحد، لأن دائما بعض الأزواج لما يتعمد أنه هو يكون رقم واحد ويقتل شخصية الزوجة وشخصية الأبناء شو يصير في البيت؟ يميل، لأنك أنت مو متواجد دائما 24 ساعة في البيت. فمن الخطأ بعض الرجال يقتلون شخصيات زوجاتهم، لأن في النهاية أنتم مكملين، الزوجة مكملة والرجل مكملين لبعض. يعني الأمانة موضوع الأمانة دكتور قدرت توصله بطريقة جدا جميلة وسلسة للمشاهدين ولنا شخصيا. فرصة اليوم لكل أم وأب بتشجيع عيالهم وتربيتهم لخلينا نقول زرع فكرة الصفات القيادية أنها تبتدي منذ الصغر ويكونون إن شاء الله ناجحين في المستقبل. كل الشكر لك دكتور يا حبيبي، كل الشكر طال عمرك، مشكورين. الحلقة اليوم قيادية 100% 100% عدل؟ أي والله صدق. إذن مشاهدينا وصلنا إلى الختام، وبالتأكيد مثل ما ذكر ضيفنا اليوم التربية جدا مهمة لأبنائكم وتعزيز فيهم الصفات القيادية لمواجهة المجتمع وأكيد النجاحات اللي راح تنتظرهم. نلقاكم على خير، في أمان الله.